في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم بدايل تانية لي I hate او انا بكره، بس البدايل بتاعت النهاردة مش زي ما بتشوف في اي حتة تانية بدايل ممكن تخلي اللي بيكلمك يديك بالجزمة، لا البدايل بتاعتنا بدايل مؤدبة alternatives تخلي اللي قصادك يقدر موقفك رغم انك بتقوله انا بكره الشيء الفلاني او ما بحبش الشيء الفلاني، وده الفرق بتاع الفيديو النهاردة، بدايل مؤدبة لي I hate او انا بكره. يلا بينا. اول بديل معانا لما تحب تقول انك بتكره حاجه بس تبان انك برنس في نفسك كده ومؤدب في نفس الوقت، انك تقول I don't appreciate وبعدين تقول الحاجه اللي انت بتكرهها. I don't appreciate يعني انا مش مقدر كذا كذا كذا، زي مثلا I don't appreciate talking to me like that، انا متضايق او بكره او مش مقدر انك بتكلمني بالطريقه دي. I don't appreciate talking to me like that. تاني بديل معانا I can't stand، وستاند هنا مش معناها يقف او موقف وانت بتكلمني، هي معناها يكره بس بطريقة مؤدبة، يعني انا ما لا اتحمل. لما تحب تقول انا ما بتحملهاش انا ما بحبهاش. I can't stand her، بدل ما تقول I hate her. I can't stand her. I'm sick of كذا، يعني انا ما بتجيليش على سكة، يعني انا ما بحبش الحاجة ديت، مش مستريح لها. I'm sick of، زي مثلا لما اقولك I'm sick of Egyptian soccer، يعني انا ما بحبش الكرة المصرية بس مش عاوز اقولك بكرهها. I'm sick of، I'm sick of، or I'm sick of him، انا ما بحبوش مش مستريح له. Sick of. بعد كده I'd rather not وتجيب الفعل، يعني مثلا عاوز تقول لمامتك انا ماما ما بحبش السبانخ، بس بدل ما تقول I hate spinach وتروح جايه قلع الشبشب ومديالك على نفوخك، ممكن تقول لها I'd rather not eat spinach. I'd rather not وتجيب الفعل اللي هو هنا عندنا eat. I'd rather not eat spinach، انا فعلا يعني مش مستريح للسبانخ ما بحبهاش يا ماما. اوكي okay. I'd rather not eat spinach. لو انت بتتفرج على الفيديو سبانخ مهمة، اسمع كلام ماما وكلها. خامس بديل معانا هو I'm not a big fan of، يعني انا مش هاوي قوي قوي او انا ما بحبش الحاجة دي قوي، تمام ماليش فيها، يعني ماليش في الحاجة دي. فلما اقولك مثلا I'm not a big fan of his way، يعني انا طريقته مش محببة بالنسبة لي، ماليش في كلامه ماليش في طريقته. I'm not a big fan of، وتحط الحاجة بقى اللي انت بتكرهها. البديل اللي بعد كده I'm not into، I'm not into، زي ما اقولك مثلا I'm not into music، انا محبش المزيكا بس بطريقة مؤدبة شيك. I'm not into music. اخر حاجة معانا النهاردة وهي I find وبعدين تحط الحاجة اللي انت بتكرهها او الشخص اللي انت بتكرهه وبعدين تحط كلمة اسمها intolerable، يعني مثلا عاوز تقول انا بلاقي المدير الجديد لا يمكن تحمله مثلا. I find the new manager intolerable. I find the new manager intolerable. للمرة التانية البدايل اللي انت خدتها النهاردة بدايل مؤدبة، وده اللي يخلي الفيديو بتاعنا افضل بكتير من فيديوهات تانية. مفيش حاجة اسمها loathe, detest, abominate، دي تخلي الناس تتخانق معاك. انا بديك بدايل لان في اللغة في النهاية احنا بنتعلم لغة عشان نتواصل ونفهم بعض، بديك بدايل تخليك مؤدب. لو الفيديو عجبك شير اللايك، ومكملين في سلسلة البدايل اللي انتوا حبيتوها وعملنا فيها حاجات وحلقات كتير قوي. Thank you and wish you all the best.